يا مدام الدنيا ساقعه قوي، ولا عارف اروح فين ولا اجي منين، والتليفون عطلان والعربيه عطلانه. يا مدام والله العظيم ما حرامي ولا مجرم، ما تخافيش. لا حول الله. يا مدام لو فضلت اكتر من كده ساعه هموت بالبرد. يا مدام يا مدام يا هانم. تشرب شاي؟ شاي؟ ده انا ادفع نص عمري على كوباية شاي. طب اقعد هنا. اقعد. حاضر. انا هعمل لك شاي وانت اوعى تتحرك من مكانك. حاضر. اوعى. حاضر. ولا حركة. حاضر. ولا حركة. كويس الحمد لله. أنا بشكرك على اللي عملتيه معايا. ما تقولش كده. أنت قلقتني عليك. أنت خليتني أحس بالذنب. أنا كنت هموت. أنا هروح أعمل لك حاجاتك كلها. أنا عايز أقعد معاكي شوية. تقعد معايا؟ أنا عايزة أنام. ما تخلينيش أندم إني خليتك تدخل هنا، ما تخلينيش أقول يا ريتك كنت مت. هبلغ البوليس. هات التليفون. لا لا لا. هي الساعة بقت كام؟ يمكن عدت 12. يا انا همشي. ما ينفعش، الجو بره برد. هتخرج ازاي وانت بالمنظر ده؟ هو انا باين شكلي تعبان الدرجة دي؟ انت حرارتك كانت معدية ال 40. انت كنت ممكن تموت. كانوا هيتهوني فيك. ما تقلقيش. محدش هيسأل عليا. ازاي؟ انت ما عندكش اهل؟ معلش انا اسف، انا ازعجتك. انت ما ازعجتنيش، لكن ما ينفعش تخرج كده. الجو بره برد جدا وانت ممكن تتعب اكتر. انا مش عايز ازعجك. انت خلاص ازعجتني. مش هيضايقني لو بتهن النهارده. هو لو جوزك ايه؟ هيقول ايه؟ مش هيجي. في فوق اوض كتير تقدر تبات هنا. اتفضل. يعني مش قلقانة مني؟
اقلق منك انت. انت تعبان ومش قادر تقف. اتفضل. ايه تعبان؟ مش قلت لك عايز حد يشيلك؟ أكتر حاجة بخاف منها في البيت ده إن النور بيقطع كتير. انت تعبان ولازم تنام، وانا هروح اعمل لك حاجه سخنه.